السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. معكم الأستاذ محمد الحام من معهد دار العلوم. اليوم راح نتابع معكم بالمحاضرة الثالثة من مادة المحاسبة المالية 1. تحدثنا بالمحاضرات الماضية عن الدورة المحاسبية، مراحل التشغيل المحاسبي. بالمحاضرة اللي بعدها حكينا عن بعض القواعد والأسس بالمحاسبة. اليوم رح نتكلم عن كيفية تسجيل العمليات المالية. طبعا لحتى نسجل العملية المالية محاسبيا هناك عدة خطوات المطلوب إنه نحن نقوم فيها لحتى نقدر نسجل العملية. ما بقدر أي عملية سجلها مثل ما حكينا سابقا إلا إذا كان لها عدة أركان لازم تتحقق لحتى أقوم بتسجيل العملية المحاسبية. طبعا بيتم التسجيل العمليات المحاسبية محاسبيا أو العمليات المالية محاسبيا وفق النظرية اسمها نظرية القيد المزدوج. نظرية القيد المزدوج بتقوم على فكرة بديهية وسهلة، هي إنه لكل عملية مالية في طرفين، طرف مدين وطرف دائن. الطرف المدين هو اللي بياخذ والطرف الدائن هو يلي بيعطي. كمثال، إذا قمت باقتراض مبلغ معين من زميلي فأنا بصبح مدين لزميلي بهذا المبلغ وزميلي بيعتبر دائن. يعني باختصار الطرف يلي أخذ مدين والطرف يلي أعطى دائن. العملية المالية أو العملية المحاسبية أو العملية اللي قمت فيها بدي أقوم بتسجيلها بالدفاتر، فبالتالي بالأول بدي أعرف مين هو الطرف اللي عطى ومن هو الطرف اللي أخذ. محاسبية ما في شيء اسمه طرف أخذ وطرف عطى، في شيء اسمه مدين ودائن. هلا بنبلش نفوت بالمصطلحات المحاسبية. فبالتالي بما إنه لكل علم له مصطلحات، مصطلح المقابل لا أخذ محاسبيا هو مدين، ومصطلح ال عفوا المقابل لا طرف أعطى هو الدائن. فبالتالي لحتى تسجل العملية المحاسبية لازم نقوم بتحليلها لها الطرفين. إذا ما عرفت كبداية مين هو الطرف المدين ومين هو الطرف الدائن، فكل العمليات يلي راح تأتي لاحقا راح تكون غلط لأنه راح تيجي معاكسة. اليوم لما حكينا انه اول مراحل تجي مرحله دفتر اليوميه ثم دفتر الاستاذ ثم موازين المراجعه ثم الحسابات الختاميه، فانا اذا سجلت خطا ب دفتر اليوميه فبالتالي راح اكون سجلت خطا بدفتر الاستاذ، راح اكون سجلت بموازين المراجعه خطا، راح اكون سجلت ب حساب عفوا الحسابات الختاميه خطا. فبالتالي كل هالمراحل هي راح تكون خطا بين قوسين، عمليات كلها خطا. واحد، عرفت مين هو الطرف المدين ومين هو الطرف الدائن، بين قوسين مين الطرف اللي اخذ ومين الطرف اللي اعطى. اليوم انا رحت اشتريت بضاعه من شخص معين، فبالتالي الطرف اللي اخذ انا، الطرف اللي اعطى هو، معناته الطرف المدين هو انا، الطرف الدائن الشخص الاخر يلي عطى. يعني عطى دائن اخذ مدين، قاعده ثابته، اخذ مدين عطى دائن، اخذ مدين عطى دائن. طيب بالمحاسبة يتم تطبيق هذه الفكرة عند تحليل الأحداث الاقتصادية الخاصة بالمنشأة، فيتم تحليل جميع العمليات المالية إلى طرفيها. لاحظوا عن جميع العمليات المالية، أنا بهمني الشق المالي من العمليات، أي عملية ما لها شق مالي أو ما بتعلق بالأموال مالي فيها. فيتم تحليل جميع العمليات المالية إلى طرفيها، المدين أخذ مدين ومعطي دائن أعطى أو معطي دائن، ويجب أن تكون القيمة في الطرفين متساوية، وهذا الشيء منطقي. طبعا واحد، لازم حل العملية طرف مدين طرف دائن، طرف أخذ طرف عطى. اثنين، الطرف المدين لازم يساوي طرف الدائن. يعني لما اشتري سيارة بقيمة 50,000 فأنا أخذت السيارة ودفعت 50,000، معناتها السيارة 50,000، مبلغ المدفوع 50,000، اثنين متساويين. اشتريت بضاعة بقيمة مليون، فبالتالي أعطيت مليون للمورد وأخذت بضاعة، ف أخذت بضاعة بقيمة مليون، أعطيته مليون، طرفين متساويين، هذا الشيء دائم ومنطقي. فبالتالي مقدار المديونية مدين مساوي لمقدار الدائنية دائن.
مثال: قامت المنشأة بشراء أساس بقيمة 50,000 من شركة فلاح بالأجن. اليوم منشأة معينة، منشأتي، خليني أعتبر أن منشأتي وأنا هلا عم سجل بدفاتر منشأتي، قمنا بشراء أساس بقيمة 50,000 من شركة الفلاح بالأجل. طبعا محاسبيا كلمة آجل بتعني بالدين، وين ما شفت كلمة آجل بتعني بالدين، يعني رحت اشتريت وما دفعت قيمة الشيء يلي اشتريته لأسباب معينة. كمثال: إلي معرفة شخصية بصاحب الشركة. اثنين: الشركة الطبيعي عم تقسط مقابل سندات معينة. ثلاثة: معرفة حدا من الأشخاص، وبالتالي قدرت أشتري البضاعة بالدين إلى آخر من الأسباب، فبالتالي رحت اشتريت البضاعة بالآجل أو بالدين، بالآجل أو بالدين بقيمة 50,000. شلون بدي أسجلها؟ بدي أحللها كبداية لا طرف مدين وطرف دائن، طرف أخذ وطرف عطى. طيب الطرف اللي أخذ من المنطق يكون هو أنا، لأني أنا أخذت. الطرف اللي عطى هو شركة الفلاح. لكن في شغلة هامة جدا أيضا بدنا نحطها ببالنا، إنه أنا طالما عم سجل بدفاتري معناتها من المنطق إنه أنا أخذت. فبالتالي إذا كل العمليات سجلت إنه أنا شركتي، لنفرض شركة المجد، أخذت وشركة الفلاح عطت وشركة اليمان عطت وشركة ما بعرف مين عطت، فبالتالي لاحظوا اسمي هو عم يتكرر دائما بالعمليات رغم اني عم سجل بدفاتري. فانا من المنطق اني انا اشيل اسمي من دفاتري وحطه او عوض بداله اسم الشيء يلي اشتريته لشركتي. ليش؟ لانه انا يعني عم سجل بدفاتري، من المنطق اني انا عم سجل بدفاتري من دفاتر الشركه الثانيه. فاي عمليه عم سجلها هون معناتها ما في داعي احط اسمي، بدي احط اسم الشيء يلي اشتريته او بعته. من شان شو؟ من شان اعرف محاسبيا انا شو اشتريت وشو بعت. فالطرف يلي اخذ او المدين هو مين؟ هو انا. طب انا شو اخذت؟ اخذت اساس، معناتها الاساس هو الطرف المدين او الاخذ. طيب مين الطرف اللي عطى؟ الطرف اللي عطى هو شركة الفلاح. يعني شركة الفلاح هي الطرف الدائن او الطرف الآجل او الطرف العاطي او الطرف المعطي. فبالتالي واحد من حلل العملية، الطرف اللي أخذ هو الأساس فهو مدين، الطرف اللي عطى هو شركة فلاح فهو دائن، الطرف اللي أخذ هو الأساس أو بين قوسين شركتي فهو مدين، والطرف اللي عطى هو شركة الفلاح فهو دائن. سجلت اسم الشيء يلي اشتريته بدفاتري لانه انا منطقيا عم سجل بدفاتري، فبالتالي ما راح احط اسم شركتي، راح احط اسم الشيء اللي اشتريته. بكره راح بيع، واحتمال اليوم اشتري وبيع، اخذ واعطي. فبالتالي اذا كل شوي بدي اسجل اسم شركتي فما حعرف انا شو اشتريت. يعني انا اتخيل انه اسم شركتي مثل ما حكينا اسم شركتي شركه المجد، فسجلت الطرف الذي اخذ شركه المجد فهو مدين، الطرف اللي اعطى شركه فلاح فهو دائن. طيب انا شو اشتريت؟ ممكن تقولوا لي مثلا بالبيان بحط انا شو اشتريت، لكن محاسبيا انا هذا اللي بيهمني او هذا اللي بيسجل بالدفاتر بشكل رئيسي، وهذا اللي بشوفه هو مين اللي اخذ ومين اللي عطى مثل ما نكون شايفين محاسبيا. وشوي شوي نحن عم ناخذ مصطلحات، شوي شوي عم نفوت بجو المحاسبه لحتى نعرف كيف بدنا نسجل العمليه المحاسبيه بالشكل الصحيح. نحن لحد الان عم نشوف مين هو الطرف اللي اخذ، يعني بين قوسين كل هالحكي لساته عم يدور داخل المخ. يعني انا لحد الان ما سجلت، انا بس عم اشوف مين هو الطرف المدين ومين هو الطرف الدائن، لانه انا العمليه المحاسبيه لما بدي اسجلها بدي واحد حللها الا بعض الاركان، بدي حللها بالاول لحتى اعرف يا ترى مين هو الطرف المدين وهو الطرف الدائن. في اركان اخرى كمان ممكن ناخذها لقدام او ممكن اعطيكم اياها بشكل مسبق، انه لما بدي اسجل العمليه المحاسبية وأنا عم فكر فيها. يعني أنا كمثال عم فكر بعملية بدي أسجلها عندي بالدفاتر، فرضا إني أنا اشتريت هذا الدفتر للشركة، فبالتالي هذا الدفتر لازم يجي معه فاتورة أو فيش على اللي يثبت إنه هذا الدفتر خاص بشركتنا. فلما إجا الفيش فأنا بفتح الفيش، أنا بطلع عليه بشوفه يا ترى الفيش جديد بهالمدة هاي، يعني مثلا اليوم امبارح مسجلة مو مسجلة، هاي واحد.
اثنين خاص بشركتنا، يا ترى شارينه لصاحب المنشأة يعني استعمال شخصي، ولا خاص بالشركة لقسم من أقسام الشركة؟ ثلاثة، وهو المهم، يكون في عندي رقم، في شيء عندي اسمه مالي، شيء مالي أو قيمة مالية، قيمة مادية لحتى أقدر أسجلها بالدفاتر. توفرت هاي الشروط، تمام، حطيت الورقة قدامي، حطيت الفيش قدامي، في فيش خاص بهالعملية هاي. ف أول مرحلة من المراحل التفكير، تمام، ما في مشكلة فيها. المرحلة الثانية هي إني أعرف مين المدين ومين الدائن. يعني واحد عرفت إنه هالشغلة تم شراء على الشركة مو استعمال شخصي، اثنين في تاريخ معين تأكدت من التاريخ، ثلاثة في قيمة مادية، هي أول شطر من الـ من الـ مثل ما يقول من المخمخة نحن بنسميها. اثنين بدنا نعرف مين هو الطرف المدين ومين هو الطرف الدائن. ف لما بدي اعرف مين هو الطرف المدين ومين هو الطرف الدائن، بدي اعرف مين هو الطرف يلي اخذ، مين هو الطرف اللي عطى. يعني شوي شوي نحن رح نقلب على المصطلحات المحاسبيه. ف الطرف المدين هو الطرف اللي اخذ، الطرف المدين هو الشيء يلي اخذته لشركتي، الطرف اللي عطى هو الشركه الثانيه يلي اشتريت منها سواء نقدي او بالدين. طبعا بالدين يعني بين قوسين اجل، فانا يا بشتري نقدي يا بشتري اجل، يا بشتري نقدي يا بشتري اجل. المهم عرفت مين هو الطرف المدين ومين هو الطرف الدائن. طيب يعني اخذ اساس مدين، اعطى شركة الفلاح دائن، فانا اذا اخذت بينوب عني كشركة اساس فهو مدين، والطرف الثاني اللي اعطى هو شركة الفلاح فهو دائن. نحن لاحظوا هون ما عم نقول احنا اشترينا، ما عم نركز على حالة الشراء سواء كانت نقدي او بالدين، لا، عم نركز هون لسه على الطرف المدين والطرف الدائن، مين اللي اخذ ومين اللي عطى، بين قوسين مين المدين ومين الدائن. واحد في عندي فيش للعملية، اثنين عرفت مين هو المدين والدائن، ثلاثة لما بدي سجل بدي اشوفها بالدين ولا نقدي الى اخره من امور هلا بنشوفها بعد قليل ان شاء الله. طيب بناخذ عملية ثانية، قامت المنشأة بشراء سيارة بمبلغ 40,000 نقدا بين قوسين عن طريق الصندوق، طبعا النقد بيكون عن طريق الصندوق لاستخدامها في أعمال المنشآت. فبالتالي عندي هون حالة شراء بقيمة 40,000 عن طريق الصندوق. هون بدنا نعرف مين هو الطرف المدين. كالعادة اشتريت سيارة، في عندي فواتير، في عندي عقد شراء إلى آخره من الأمور. هاي السيارة لاستعمال الشركة، عليها قيمة مادية، التاريخ مبين عندي ظاهر حديثة. هاي الشق الأول. الشق الثاني من هو الطرف المدين ومن هو الطرف الدائن. الطرف المدين هو السيارة، أو الطرف اللي أخذ هو السيارة، بمعنى أني أنا اشتريت سيارة، فبالتالي منشأتي أخذت سيارة، فالطرف المدين أو اللي أخذ هو شركتي، شو أخذت؟ سيارة، خلصنا منه. طيب الطرف الدائن، نحن بعملياتنا المحاسبية أو المالية ممكن نحن نتعامل مع أطراف خارجية، ممكن يكون التعامل داخلي، بمعنى ممكن أنا أعتمد على أموالي، ممكن أنا أعتمد على أموال الغير. إذا اعتمدت على أموال الغير معناتها صار في حركة بيني وبين الغير، إذا اعتمدت على أموالي معناتها صارت حركة داخلية. ليش؟ لأنه هون تم الشراء نقدي، يعني أنا لما بشتري من الغير خلص التعامل معه، فبالتالي بصير العلاقة داخلية. المهم، فأنا اليوم اشتريت سيارة بمبلغ 40,000، هذا الشراء تم عن طريق الصندوق، معناتها الطرف يلي أخذ هي شركتي، شو أخذت؟ سيارة. طيب الطرف اللي عطى مين هو؟ هو كمان أنا شركتي، ولكن اللي بنوب عن شركتي هو الصندوق. ليش؟ لأنه طلعت المصاري من الصندوق صبت وين؟ بالسيارة. يعني السيارة أخذت، الصندوق أعطى، معناتها أنا عندي الطرف المدين هو السيارة، عندي الطرف الدائن هو الصندوق. تحليل العملية، الطرف اللي أخذ هو السيارة فهو مدين، الطرف اللي أعطى هو الصندوق فهو دائن. لحد الآن
في حدا منكم مو فهمان العملية ومو فهمان الطريقة؟ طبعا صباح الخير جميعا. هذا السؤال مو موجه لأخونا عامر، ما شاء الله أخونا عامر هي الشغلة بسيطة جدا بالنسبة له، أما بالنسبة للباقيين إذا في أي سؤال استاذ انا عندي ما سؤال اخر شيء، انا ما فهمت كيف السيارة هي المدين اخر شيء ما فهمت. تمام. أنا بصراحة ناطر السؤال منك. طيب ليه؟ لا لا حسيتك بدك تسألي. تمام. النقطة كالتالي، الموقف كالتالي، إني أنا بسجل بدفاتري الطرف يلي أخذ والطرف اللي على، أنا محلل العملية عفوا بمخي كبداية، مين هو الطرف اللي أخذ ومين هو الطرف يلي أعطى. فبالتالي إذا بدي حلل هالطرفين هدولي بدي اشوف يا ترى هالطرفين هن التعامل بين طرف داخلي وطرف خارجي، يعني بين طرف خارجي، ولا ممكن يكون بيني وبين طرف داخلي. يعني انا اليوم بعمليات الماليه او المحاسبيه يا اما التعامل يكون بيني وبين طرف خارجي، يا اما يكون بيني وبين طرف داخلي. ف اشتريت انا سياره، يلي اخذت هي السياره، اخذت شركتي صار عندها سياره، فهي السياره انا صارت عندي سياره، فانا اخذت سياره فانا مدين. هاي النقطه خلاص ما في مشكله عليها. طيب بدي اطلع على الطرف الثاني، الطرف الثاني هو شركه خارجيه انا اشتريت منها، صح كلام نظامي، انا اشتريت من شركه خارجيه، لكن هالشركه الخارجيه انا مجرد ما سكرت قيمه السياره معناتها ما عاد صار في تعامل معها، ما عاد صار في إلى ذكر عندي بالدفاتر، لأني أنا بالمحاسبة بسجل أطراف العملية يلي تعاملت معهم. أنا إذا محاسبية سجلت اسم الشركة الثانية بالقيد بالعملية بالقيد الأساسي، معناتها فتحت لهم ذمة عندي بين قوسين، لهم معي مصاري، مثل هون مثل لما اشتريت أساس من شركة الفلاح بالآجل. هون لما اشتريت من شركة الفلاح بالآجل أنا أخذت أساس مدين بقيمة 50 ألف، بالمقابل هني صار لهم معي 50 ألف راح أعطيهم إياها بعدين، فبالتالي جبرت حط اسمهم بالقيد المحاسبي مثل ما راح نشوف بالمراحل التالية إن شاء الله. اضطريت أنا أسجل، لكن هون أنا لما اشتريت السيارة اشتريتها من صندوقي، فأنا إذا بدي أحط الطرف الدائن هو الشركة اللي اشتريت منها بغض النظر عن اسمها، معناتها صار لهم معي مصاري بدي ادفع لهم اياها. طب انا دفعت نقدي، معناتها طالما دفعت نقدي ما صار لهم علاقة معي، ما صاروا هن الطرف الدائن، الطرف الدائن هو الصندوق لاني انا دفعت من الصندوق. بهي الحالة، هي الحالة الأولانية، لما اشتريت الأساس رحت على شركة الفلاح، كنت ما مثل ما بيقولوا رحت لعندهم عم صفي ايد من ورا وايد من قدام، قلت لهم انا فاتح جديد بدي اقول يا رب، عم بفرش عم زبط عم بعطي، قالوا لي ما في مشكله نحن عم نقص 3 اشهر، هي قيمه، هي اساس بقيمه 50 ألف، كتبت على حالي كمبيالات معينه لحتى سدد كل شهر كمبياله معينه من هالكمبيالات، اخذت الاساس ورجعت. فانا هون ما تحرك شيء عندي او ما دفعت، صار في حدا له معي مصاري. اما هون رحت على الشركه وانا نافش ريشي معي مصاري واموري كلها تمام، ف خبطت الباب برجلي، فتت اخذت السياره اللي بدي اياها، حاسبت وطلعت، معناتها الطرف اللي اخذ هو السياره او الشركه، الطرف اللي عطى هو كمان انا نفسي كنت اخذ وعاطي، انا نفسي كشخص كنت اخذ وعاطي لاني اخذت سياره واعطيت مصاري. فهي شغله منطقيه، طالما انا اخذته لا انا اخذت وانا اعطيت، ما حدا له معي مصاري، خطين ما حدا له معي مصاري، فبالتالي السيارة أخذت منين أعطيت؟ أعطيت من الصندوق، فمدين السيارة الصندوق هو الدائن أو الذي أعطى. طبعا كل هالعمليات شوي شوي رح هيك تتركم بمخكم، بس معلش لسه العملية جديدة أو المرحلة جديدة، فممكن ما يعني تستوعبوها بشكل سريع أو مباشر. فالمهم هون بدكم تقولوا لي أنا كمان اشتريت أساس بقيمة 50 ألف، لكن أنا أخذت الأساس من جهة، أنا أخذت لكن أنا شو أعطيت؟ ما أعطيت شيء، يعني هون في طرف ناقص، هون أخذت بس ما أعطيت لسه ما أعطيت، رح أعطي بعدين. أما هون فأنا أخذت لما اشتريت السيارة أخذت وأعطيت،
اخذت واعطيت، فهون كمل الاطراف العمليه، الطرف اللي اخذ السياره، الطرف اللي اعطى هو الصندوق. طيب مثال ثالث، قامت المنشاه بشراء اجهزه بمبلغ 25,000 لاستخدامها في اعمال المنشاه ودفعت القيمه بشيء. ملاحظه هامه جدا انه كل كلمه بالعمليه المحاسبيه او كل كلمه بالعمليه ممكن تاثر على العمليه، تقلبها مثل ما بقولوا فأني تحتاني. فانا لما بيجي بقرا العمليه المحاسبيه اللي قام فيها او قام فيها صاحب العمل او قام فيها قسم المشتريات او المبيعات او الى اخره، لازم اتمعن بكل كلمه موجوده فيه. يعني هون قامت المنشاه، منشاتي انا بشراء وليس بيع اجهزه مو آلات ولا سيارات ولا أساس ولا قرطاسية بمبلغ 25,000، يعني 25,000 مو 30 ولا 100، لاستخدامها في أعمال المنشأة معناتها، وليس استخدامها في بين قوسين لأغراض شخصية صاحب المنشأة أو لاستخدامها في منشأة أخرى، ودفعت معناتها أنا دفعت مو بالآجل القيمة بشيك. شيك هي تعبير عن حساب المصرفي، يعني انا دفعتها من حسابي المصرفي، دفعت القيمه بشيك معناتها مو اشتريت بالدين، معناتها مو اشتريت من حساب الصندوق او مو اشتريت من الصندوق. انا كصاحب منشاه او كمحاسب لما بدي اشتري عندي ثلاث انواع من طرق الشراء، يا اما مد ايدي على الخزنه او الصندوق او الدرج باخذ مصاري وبشتري، يا اما بفتح بوع البنك عفوا بسحب مصاري او على الصراف بسحب مصاري وبدفع القيمه، يا اما بشتري بالدين. اذا اشتريت بالدين، الدين له شكلين، صح؟ واحد صاحب المنشاه بيعرفني، في معرفه بيناتنا، معرفه شخصيه عن طريق حدا بيعرفني، رحت لعنده، في كفاله بين قوسين، فبالتالي هون لا في كمبيالات ولا شيء، بحمله وبمشي. صاحب المنشاه ما بيعرفني، غريب، فبالتالي اخذت البضاعه ما دفعت قيمتها، ولكن كتبت على حالي شيء اسمه سندات او كمبيالات، هدول بيضمنوا حق صاحب العمل صاحب البضاعه، لحتى انا بس سدد له قيمه البضاعه بيعطيني كميات بشقه، بكون خلص وفيت قيمه البضاعه. فالمهم رحت اشتريت اجهزه بقيمه 25,000 لاستخدامها في اعمال المنشاه ودفعت القيمه بالشيء. مين هن الطرفين؟ طرف المدين وطرف الدائن. الطرف المدين يلي اخذ هو انا شركتي، طيب شو اخذت؟ اخذت اجهزه بمبلغ 25,000. طيب مين طرف العاطي؟ الطرف العاطي او الدائن هي الشركه اللي اشتريت منها، صح؟ بس انا الشركه دفعت لها القيمه نقدا، معناتها ما عاد فيني احط اسمها بالعمليه المحاسبيه. ليش؟ لانه لو كنت دافع او لو كنت كاتب على حال كمبيالات او ما اعطيتها مصاري، فبالتالي حطيت اسمها بالعمليه المحاسبيه، صار اسمها شراء على الحساب او بالاجل. لكن انا قمت بشراء الاجهزه بمبلغ 25,000 بشيك مصرفي، فبالتالي الطرف يلي اعطى هو المصرف وليس الشركه المورده. طرف المدين او اللي اخذ هو الاجهزه 25,000، الطرف اللي اعطى هو البنك دائن 25,000. لاحظوا اخذ اعطى بوازي لمدين دائن المبلغ 25 ب 25,000، فعندي انا اخذ اجهزه مدين اعطى البنك دائن، اخذ اجهزه مدين اعطى البنك دائن. طيب تحليل العمليه الماليه ذهنيا لحد الان نحن عم نحلل مين هو الطرف المدين ومين هو الطرف الدائن، مين هو الطرف اللي اخذ ومين هو الطرف يلي اعطى، حتى اقدر سجل العمليه عندي بالدفاتر. هلا هون خلاص الشقين انتهوا، واحد كان في عندي فيش او اثبات او فاتوره انه هي الشركه اشترينا منها نقدي او بالدين بمبلغ معين بتاريخ معين، تمام، ما في مشكله. اثنين، عرفت مين هو الطرف المدين ومين هو الطرف الدائن. ثلاثة، راح أقوم بالتسجيل الآن. طيب قبل ما أقوم بالتسجيل،
الانسه او المدام سالتني قبل شوي، معي انت لسه؟ أستاذ أكيد معك. تمام. يا مثال راح اسالك سؤال. هلا نحن لو تفضل. قامت الشركه، الله يزيد تفضل، لو قامت الشركه الان بشراء الات بقيمه 40,000 بالاجل، شو من هو الطرف المدين، من هو الطرف الداعم؟ المدين هن اللي اشتريت منهم. نو سوري، أنا المدين وهن الداعم. نعم، هن الداعم. طيب لو اشتريت سيارات بقيمة 50,000 نقدا عن طريق الصندوق، بكون السيارات مدين ولا أنا مدين والسيارات دائم؟ لا نو نو سوري، أنا المدين والسيارات دائم والعكس. والله فتت بالحيطات، أعرف. لا هي الموضوع كالتالي، اني انا في طرف اخذ وفي طرف عطى، فانا هون اشتريت سيارات بقيمه 50,000 عن طريق الصندوق. اوكي، يعني كاش انا ما اعطيت، مش دين. سو نعم. بكون يعني انا والسيارات المدين والدائن، بس مين مدين مين دائن مش عارفة. طيب مين اللي اخذ او شو اللي زاد عندي او شو اشتريت انا؟ يعني انا اخذت السيارات، سو انا تمام مدين. تمام ايوه، شو دفعت؟ والصندوق الدائن هو، لانه هو اللي عطى المصاري. تمام. طيب فرضا اشتريت قطعة أرض بالدين بقيمة الأرض، 10,000، الأرض مدين، والصندوق دائن. يعني على طول بكون الصندوق هو الدائن، خلص هيك قلي. أنا اشتريت قيمة اشتريت أرض معينة بقيمة 10,000 أوكي، بالدين. بالدين، سوري بالدين، إيه يعني صاحب الأرض بكون الدائن، والأرض تمام. سوري أنا بكون مدين. طيب اشتريت بضاعة بقيمة 30,000، هلا ليش بس انا عم تسأل؟ لأنه أنا ملاحظ إنه معلش هو السؤال مو بس لك للكل. اوكي، اشتريت بضاعة بقيمة 30,000 عن طريق المصرف، شيك، يعني تشيك، يعني كاش، نفس الشيء. شيك يعني قصدي يعني مثل الكاش، صح؟ يعني هيك طبعا بنتعامل معه. بس طبعا. بكون الدائن نفس الصندوق كمان، لا الشيك عن طريق المصرف، الشيك يعني عن طريق المصرف. يعني البنك هو اللي بيكون الدائن، تمام. والآلات هي بتكون المدين للضعف. للبضاعة، سوري. نعم. تمام هيك؟ مين المدين الدائم؟ المدين البضاعة دائن نعم. البنك، تمام. يعني المصري. تمام، الله يعطيك العافية. ميرسي. عسى دعنا معنا أنت؟ ايوه يا استاذ، معك. معنا، تمام. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. قمنا بعملية شراء سيارات بقيمة 30,000 نقدا. أستاذ أنا المدين؟ نعم، قمنا أستاذ شراء سيارات اللي أخذت منهم هم الدائن. نقدا. أنا اشتريت سيارات بقيمة 30,000 نقدا. أيوة يا أستاذ أنا المدين. تمام. المدين بقيمة شو؟ 35. 30. تمام. شلون مين هو الطرف المدين والدائن؟ يعني تمام، أنا اشتريت السيارة بقيمة 30,000 نقدا، مين طرف المدين، من هو الطرف الدائن؟ أستاذ أنا المدين والسيارات الدائن. لا، السيارات هي المدين وفي طرف ثاني هو دائن. أستاذ السيارات هي المدين. نعم، اشتريت سيارة بقيمة 30,000 نقدا، من طرف المدين، السيارات. من طرف الدائن؟ النقد يا أستاذ، النقد.
الصندوق نعم نقدا، نقدا صندوق شيك مصرف، تمام. تمام طيب اشتريت آلات بقيمة 80 ألف على الحساب من شركة المجد، أستاذ، أنا المدينة وهم الدائن. مين هن؟ الشركة. شركة المجد، نعم. تمام. طيب الآن سأسير كمان معنا، معك يا أستاذ. تمام. اشتريت أراضي بقيمة 80 ألف عن طريق الصندوق، أستاذ، أنا المدين نعم. والأرض الدائن. لا هلا اشتريت أرض عن طريق الصندوق، هيك فكر فيها، متفهم مين هو الطرف المدين مين هو الطرف الدائن؟ أستاذ، أنا المدين والصندوق الدائن. أنا تمام ما اختلفنا، بس بشو مدين؟ شو الشيء اللي اشتريته؟ الأرض. تمام، معناتها دائما أنا بحط الشيء يلي بينوب عني، ما بحط حالي أنا، بحط الشيء اللي اشتريته. فأنا اشتريت أرض عن طريق الصندوق، معناتها الطرف المدين هو الأرض، الطرف الدائن هو الصندوق، صح؟ نعم. تمام. طيب إذا قمت بشراء آلات بقيمة 200 ألف عن طريق المصرف، اشتريت آلات بقيمة 200 ألف عن طريق المصرف، مين طرف المدين مين هو الطرف الدائن؟ الآلات المدين والمصرف تمام، الدائن. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، الله يعطيك العافية. تمام، مدام مريم شكرا. معنا، أهلا وسهلا فيك. تمام، مدام مريم معنا، على ما بدو في مشكلة عندها. أخونا عامر الله يعطيك العافية. أهلا بالأستاذ، الله يعافيك. الله يقويك، أنا المشكلة ما بدي أسألك، أنا بعرفك ما شاء الله بتعرف الجواب. عندك لك رب الله يقويك، عندك شيء هيك تعليق أو تعقيب أو أي شيء لا بدك تستفسر لا، عنه؟ تمام، الله يعطيك ألف عافية أستاذ. ربي يخليك يا رب. أنت بس ذكرتني بأيام الكلية لما كنا نحضر محاضرات المحاسبة، وكانوا العلمي بتذكر بالمحاسبة كانوا الله بتذكر يخليك إيه؟ خارج بتذكر تغطية. انا طالع الكليه من التجاره والاقتصاد، على فكره اي من ثانويه تجاريه. والله نفس الشيء، نعم نفس الشيء والله، من عنا 10 11 بكالوريا. 10 11 بكالوريا، مدرسه ايه القصور. والله كنت بالبنك يعني التجارة الأولى، الله التجارة يعطيك الأولى، العافيه، الله يعافيك. تمام تمام الامور بخير، الله يعطيك الف عافيه. إن شاء الله، إن شاء الله يا سيدي، ما في مشكلة. طيب مدام مريم صارتي معنا ولا في عندك مشكلة؟ لسه في عندك مشكلة؟ في مشكلة عندنا. طيب هلا استاذ، انا بس سؤال، يعني هلا نحن هذا كل شيء عم نحكيه هذا كله بده يتسجل؟ يعني هذا انا بدي اعوزه يعني بالشيء، لما بدي، يعني اذا واحد اشتغل بهذا الشيء بده يسجل كل هيدا؟ طبعا هلا شوفي، اليوم انا اي عمليه محاسبيه اذا بدي اسجلها، انت اليوم افترضي حالك قاعده بشركه واجتك فاتوره معينه بدك تسجليها، فهي الفاتوره بدك تعرفي اذا الفاتوره خاصه بشركتك ولا لا، بجوز تكون جاي بالغلط لعندك، فانت كمحاسبه مو اي فاتوره بتيجي لايدك تمسكيها وتسجليها عندك بالدفاتر. هي واحد. اثنين، بدك تعرفيها خاصه بالشركه ولاستعمال الشركه وليست استعمال شخصي، هي اثنين. ثلاثه، بدك تتاكدي من تاريخها، بجوز الشركه يلي بعت لك الفاتوره بعت لك اياها قبل، فبالتالي انت ممكن تعيدي تكرار تسجيل العمليه المحاسبيه لتاني مره. هي اول شيء. ثاني شيء، لما بتيجي بدك تسجليها انت بدك تعرفي مين هو الطرف المدين هو الطرف الدائن. اليوم المحاسبه لها اساس ولها قواعد، ما بقدر اسجل الا اذا كنت عارفان مين هو الطرف المدين ومين هو الطرف الدائن، يعني مين هو اللي اخذ ومين هو اللي عطى. ليش؟
لانه المحاسبه عباره عن السلسله، اذا كان في خطا بمرحله معينه فبالتالي المراحل اللي بعدها كلها رح تكون خطا. انت اليوم شخص معين له معك مصاري، هو الدائن او هو المورد، اذا انت حطيتيه مدين او زبون فبالتالي صار له معك مصاري، اذا صار له معك عفوا صار لك معه مصاري، فاذا صار لك معه مصاري معناتها شو صار هون؟ زادت قيمه مشتريات، زادت قيمه ميزانيتك. ليش في لك ذمه لانه؟ فبالتالي شوفي الخطا وصل من اول مرحله للميزانيه، بالميزانيه صار عندي زياده، في عندي رقم وهمي، بدل ما يكون مثلا ميزانيتي 150,000 صارت 160,000. ليش؟ لانه في شخص معين اللي معه مصاري، وهذا الحكي غلط، هذا الشخص ما اللي معه مصاري هو له معي. فبالتالي هي طبعا اذا توازنت الميزانيه وكان عندك اخطاء ثانيه وتوازنت ومشي حالك فبالتالي بيكون حظك من السماء، لكن بيكون التوازن على خطا. فبالتالي اي مرحله بدنا نحن او اي عمليه بدنا نسجلها بالدفاتر لازم ننتبه لاكثر من بند، لاكثر من التحليل، رح نقوم بتحليل اكثر من تحليل لحتى نثبت انه هي خاصه بشركتنا ما في مشكله عليها، نسجلها بالطرف الصحيح. وهي العمليه طبعا هي العمليات كلها اللي بنقوم فيها نحن بتصير روتينيه بعدين، يعني انا خلص بعرف انه السيارات لما بشتريها بصير طرف مدين، رديت اشتريت سيارات لساتها طرف مدين، رديت اشتريت سيارات طرف مدين وهكذا. فنحن بس اول مرحله نعرف مين هو المدين والدائن، بعدين الشغلات كلها بتصير روتينيه. المهم لما فهمنا كيف بدنا نسجل العمليه، حلتها بمخي كيف بدي اسجل العمليه، راح قوم بتسجيلها بالدفاتر المحاسبيه كالتالي. كان يتم التسجيل بالدفاتر المحاسبيه بالشكل التالي: مطلوب من الحساب المدين الطرف الاخر، مطلوب الى الحساب الدائن الطرف المعطي. اي علم بمراحل بيتطور فيها من مرحله لمرحله، فكان تسجيل القيود المحاسبيه يتم بهذا الشكل: من مطلوب من الحساب المدين طرف الاخر، مطلوب الى الحساب الدائن طرف المعطي. بعدين تم اختصار القيد مدين حساب طرف الاخر يعني سيارات الات الى اخره، دائن حساب طرف المعطي مصرف صندوق الشركه يلي عطتنا. فكنا نسجل بهالشكل هذا، بعدين انتقلنا لنسجل بهالشكل هذا، بعدين صرنا اخر شيء بالوقت الحديث نسجل بهي الطريقه هاي: من حساب الطرف الاخر صندوق مصرف الات سيارات ارض الى اخره، الى حساب الطرف المعطي كمان مصرف او صندوق او اوراق دفع الى اخره او موطن. طيب لنطبق، هل اذا رجعنا نطبق يلي فكرنا فيهم بمخنا محاسبيا او سجلهم بالدفاتر محاسبيا، بنرجع بنقول قامت المنشأة بالشراء اساس بقيمة 50,000 من شركة الفلاح بالآجل، فبالتالي بدي سجل من هو الطرف المدين ومن هو الطرف الدائن. اهلا وسهلا اخو حمزة، رح سجل من هو الطرف المدين ومن هو الطرف الدائن بمخي، تمام ما في مشكلة، لكن بدي يقوم بالتسجيل وفق طريقة القيد المزدوج. يعني أنا فهمت العملية شلون رح تسجل، هلا بدي يقوم تسجيلها وفق طريقة القيد المزدوج. أخ حمزة افتح شو اسمه المجموعة لحتى تشوف شو اسمه البروجيكتور من فاتحه أنا عشان تتابع المحاضرة. قامت المنشأة بشراء أساس بقيمة 50,000 من شركة فلاح بالآجل، هاي العملية راح أقوم بتسجيلها. شلون بدي أسجلها؟ مثل ما حكينا بدي أحلل العملية. أنا اليوم طبعا رمضان كل عام بخير، بعد رمضان جيت الصبح أول ما فتحت الغرفة بسم الله الرحمن الرحيم شلفوا لي تيش أو وصل العملية معين، العملية عملية معينة هي عبارة عن شراء أساس بقيمة 50,000 من شركة فلاح بالآجل، ما في مشكلة. قمت بتسجيلها بالشكل التالي: بمخي عرفت مين هو الطرف المدين ومين هو الطرف الدائن. الطرف المدين هو الأساس، الطرف الدائن هو شركة الفلاح، هي واحد.
اثنين بدي اسجلها محاسبية وفق طريقة القيد المزدوج. طريقة القيد المزدوج هي من حساب سلاش إلى حساب سلاش. هاي هي طريقة القيد المزدوج كتابة. يعني هون التفكير بطريقة القيد المزدوج، من هو الطرف الآخذ، هو الطرف العاطي. هلا بدي أطبق طريقة القيد المزدوج أو أكتبها كتابة من حساب سلاش إلى حساب سلاش. هون بحط مين هو الطرف اللي أخذ، وهون بحط مين الطرف اللي أعطى. طيب، قابض المنشأ بشراء أساس مبلغ 50,000 من شركة الفلاح بالآجل، راح سجل 50,000 من حساب الأساس، 50,000 إلى حساب شركة الفلاح. طيب، من على شو بتدل؟ من بتدل على أخذ أو مدين. دائما من هي نفسها أخذ أو مدين، إلى هي دائما أعطى أو دائن. بالعمليات المحاسبية أو بطريقة القيد المزدوج، دائما أول طرف من فوق بيكون من حساب سلاش، هذا الخط المين سلاش اسمه، من حساب سلاش. دائما الطرف اللي تحته بيكون إلى حساب سلاش، يعني لا يمكن يجي إلى حساب وتحته يجي من حساب سلاش، لا، دائما راح يكون من حساب سلاش إلى حساب سلاش. بين قوسين دائما المدين او الاخذ فوق، ودائما الى او معطي او دائما حيكون تحت. معناته عندنا صار ثلاث مصطلحات متوازين، من اخذ مدين، وين ما بتشوفوها نفس المبدا، الى اعطى دائن، نفس المعنى. هدول يمكن ثلاثه له نفس المعنى، هدول الثلاثه له نفس المعنى. ما في محاسب ما بيعرف انه اخذ مدين من نفس الشيء لهم، اعطى دائن الى نفس الشيء لهم. ف انا بدي حللت العمليه بمخي، بدي سجلها بالدفاتر. اول شيء بكتب من حساب سلاش الى حساب سلاش، هاي واحد، خلصت من ثلث العمليه. الثلث الثاني حطيت المبلغ المدين والمبلغ الدائن، خلصت من الثلث الثاني. الثلث الثالث باقي هو اعرف مين هو اللي اخذ ومن هو اللي عطى. حللت بمخي سابقا انا انه اللي اخذ هو الاساس واللي عطى هو شركه الفلاح، فبالتالي رح سجل الاساس من حساب الاساس الى حساب شركه الفلاح. عرفت مين هو المدين ومين هو الدائن. ممكن تحت تحط هون شرح بسيط للعمليه عباره عن شراء اساس من شركه الفلاح بالاجل. اركان القيد المزدوج، اركان أو أجزاء القيد المزدوج: المبلغ، هذا واحد، اثنين من حساب سلاش إلى حساب سلاش، ثلاثة الطرف المدين، أربعة الطرف الدائن، خمسة الشرح تحت هون بحطه بالطريقة اللي بدي إياها طبعا، بشي يوضح لي القيد بشكل أفضل. أنا كمثال كمحاسب ممكن سجل شراء أساس بفاتورة رقم 250 كمثال من شركة الفلاح لمكتب المحاسبة. طيب، العملية الثانية قامت المنشأة بشراء سيارة بمبلغ 40,000 نقدا، بين قوسين لاحظوا الصندوق، نقدا يعني بالصندوق، شيك يعني مصرف، لاستخدامها في أعمال المنشأة. تحليل: الطرف اللي أخذ كالعادة بمخي، عم حلل بمخي، الطرف اللي أخذ هو السيارة فهو مدين، الطرف اللي عطى الصندوق فهو دائن. يعني اليوم انا العمليه المحاسبيه لما بدي اسجل، بدي بعيد على السريع، لما بدي اسجل اي عمليه محاسبيه بدي اعرف من هو الطرف المدين ومن هو الطرف الدائن. الطرف المدين هو الطرف اللي اخذ، والطرف الدائن هو الطرف اللي عطى. يعني بالحاله العمليه بستخدم اخذ وعطى، بالمحاسبه بستخدم مدين ودائن. عندي انا بالبرنامج، عندي بالدفاتر، عندي بالاكسل، عندي باي شيء. لما بسجل ما بسجل مدين ودائن، ما بسجل من اخذ وعطى، لا، بسجل مدين ودائن او بسجل منه الى، لكن اخذ وعطى مشان اعرف انا مين اللي اخذ الشغله ومين اللي عطى الشغله. طيب، بنكمل مع بعض. اوكي، قامت المنشأة بشراء سيارة بمبلغ 40,000 نقدا عن طريق الصندوق لاستخدامها في أعمال المنشأة. الطرف يلي أخذ هو السيارة فهو مدين، الطرف اللي عطى
هو الصندوق، فهو دائن، أخذ مدين أعطى دائن، أخذ مدين من أعطى دائن إلى. طيب رح أحط القيد المزدوج، رح أتبع حالي عم بكتب هلا. فبسجل أول شيء من حساب سلاش إلى حساب سلاش، هاي واحد. اثنين، بحط قيمة السيارة لأنه القيمة بطرفي العملية متساوية دائما. ثلاثة، بشوف مين هو الطرف المدين والطرف الدائن. أنا اشتريت السيارة، معناتها المدين سيارة، مين هو الطرف اللي عطى؟ اللي عطى هو الصندوق، الصندوق معناته دائن. نقل العملية 40,000 من حساب السيارات، 40,000 إلى حساب الصندوق، من حساب السيارات إلى حساب الصندوق. طيب مدام هيام، مدام هيام سامعتينا؟ نعم أستاذ، معك تمام. قامت المنشأة بشراء أجهزة، بس يا دقيقة، معلش أنا حدا كثير بعلق، معلش تحملني شوي. ولا أنا يهمك، تفضل. يعني أنا أخذت من الصندوق، سو هي نعم، يعني لازم تصير من حساب الصندوق إلى حساب الشيء اللي أنا اشتريته، ليش بالعكس جاي هي؟ أنت أخذتي من حساب الصندوق، يعني صح؟ أنا أخذت من الصندوق، جبت تمام، وات ايفر. معناتها الصندوق عطى ما أخذ، أنت اللي أخذتي، بس الصندوق أنت عم تقولي أنا أخذت من حساب الصندوق، يعني الصندوق اوكي عطاكي، صح؟ صح، الصندوق عطاكي، معناتها يس تمام؟ تمام. يعني أنت عم تقولي إن الصندوق عطى، معناتها بدي احط انا الطرف الثاني مدين والصندوق دائن لانه هو عطى، فانا خلص عرفت اللي عطى، صفي عندي اعرف مين اللي اخذ او مين المدين، او اذا اوكي عرفت المدين صفي عندي اعرف مين اللي اخذ. اوكي فانت اليوم اشتريتي سياره بقيمه 40,000، تمام؟ بقيمه 40,000، فالسياره مدينه، انت كصاحبه شركه اشتريتي السياره، انت اللي اخذتي، لكن مثل ما حكينا سابقا ما بقدر انا احط اسمي بالقيود، لاني فعليا انا صاحب الشركه وصاحب الدفاتر وهي شركتي. واحد، اثنين، ما بقدر احط اسمي لانه انا صدريت احط اسمي، ما عاد اعرف شو هو الغرض اللي اشتريته، ومحاسبيا ما عاد يبين قيمه هذا الغرض لانه راح ينحط اسمي، والغرض الثاني راح ينحط اسمي، والغرض الثالث راح ينحط اسمي، فانت لازم احط الشيء او الغرض اللي بنوب عني، يلي اشتريته انا. فانا هون اشتريت سياره، تمام؟ انا اخذت سياره من حساب السيارات. طيب مين الطرف اللي عطى؟ الطرف اللي عطى هو كمان انا، لانه انا مثل ما حكينا سابقا، يا اما بيكون التعامل بيني وبين طرف خارجي لمده معينه، بعد مده رح سدد له، يا اما بيكون التعامل بيني وبين الطرف الخارجي بس سددته وخلصت. انا مجرد ما سددته وخلصت، معناتها ما بحط اسمه بالقيد. انا اذا بحط اسم الشركه يلي اخذت منها هون، معناتها صار له معي مصاري. هذا قانون محاسبي، لما بتشوفوا اسم الشركه الثانية هون مثل شركة الفلاح، لاحظوا، معناتها لهم معي مصاري. لكن أنا لما هون رحت اشتريت السيارة أعطيتهم قيمة السيارة، فبالتالي ما حد حدا له معي مصاري. بسجل قيمة، هاي واحد. اثنين، بسجل أنا بالطرف الدائن الشيء يلي دفع أو اللي عطى. هون شركة الفلاح هي عطتني، هون شركة خارجية هي اللي عطتني، لكن أعطيتها مصاري، معناتها الأولى سجل اسم الشيء يلي دفعت منه. ليش؟ لأنه ما ضل لي علاقة معهم. فأنا هنا سيارة مدين، الصندوق دائن، اشتريت سيارة معناتها أخذت سيارة أنا، أنا هنا الطرف التعامل بيني وبين حالي، رح كون أنا آخذ وعاطي بنفس الوقت. هون كنت أنا آخذ بس مالي عاطي في جهة خارجية، هون أنا آخذ وعاطي بنفس الوقت، يعني تعامل داخلي يعني بيني وبين حالي. يعني كمثال، قمت من جيبتي اليمين حطيتهم بجيبتي الشمال، تعامل داخلي. فانا هون اشتريت سياره، منين اشتريتها؟ من المنطق انا السياره منين اشتريتها؟ من شركه. طب الشركه دفعت لها مصاري ولا لا؟ دفعت لها. منين دفعت لها؟ من الصندوق، معناتها الصندوق عطى. هون شو اشتريت؟ اشتريت اساس. طيب منين دفعت؟ انا ما دفعت لا من الصندوق ولا من المصرف. مين دفع؟ دفع شركه الفلاح، فشركه الفلاح هي الاجل. يعني كانه شركه الفلاح قالت لي خذ المصاري هي واشتري فيهم الاساس وبعدين حاسبني. المهم، قامت منشأة بشراء أجهزة
بمبلغ 25,000 لاستخدامها في اعمال المنشاه ودفعت القيمه بالشيك. ما دام هي مبينه معنا العمليه تمام. مبينه. طيب حلي لنا اياها اذا سمحتي. طب انت ليش بتبلش فيي انا دغري؟ يعني انا والله اكثر انت اللي ظاهره عندي اول شيء. ماشي طب انا ماشي استنى. بالابجديه. تمام. تمام. يعني الأجهزة بتكون مدين ولا البنك بكون دائن؟ حلو كتير. هذا يعني هذا التفكير بمخي. من هذا انت عم تفكري حساب، بصوت عالي. بدك يعني لك من إلى من حساب أجهزة إلى حساب، يعني 25,000 من حساب أجهزة إلى 25,000 حساب بنك تمام خلص مصري. هي العملية. شرح صغير للعملية. ما مشروحة بوجهك. طيب ما اشرحي لنا يا العملية. انه انا اشتريت ماشينات نعم 25,000 نعم ودفعت بتشيك. هلا انت ما انت عدتي لي فوق. شوفي دائما شرح العمليه، دائما شرح العمليه هو زياده توضيح للعمليه. يعني انا مثلا شو ممكن احطه؟ ممكن احط بشرح العمليه شغلات ما ذكرت بالعمليه. نعم يعني مثل شو؟ في ربع ساعه من 11 ل 11 عفوا. تمام فمثل شو؟ يعني انا اليوم لما اشتريت الاجهزه مبلغ 25,000 لاستخدامها في اعمال المنشاه، الشرح بنعيد الشرح هو عباره عن زياده توضيح العمليه. شو بحط فيه؟ بحط فيه الشغلات اللي ما ذكرت فوق، مثل تم شراء الاجهزه بفاتوره رقم 210 تمام لقسم المبيعات. هي كمثال، هذول المعلومات مو مذكورين بالفاتوره. لو انا رجعت لبعدين بدي اشوف انا طيب لاي قسم بدي اشتري اجهزه، انا لقسم ثاني بجوز القسم اللي معك اللي قلنا بدنا اجهزه، اجي اقول لهم لا نحن اشترينا لكم. فبالتالي انا شلون بدي اعرف انه اشترينا لهم؟ ما انا حاطط انه لاستخدام اعمال المنشاه. لمين طيب؟ لاي قسم؟ فانا بارضى حاول بكل عمليه محاسبيه سواء كانت بالعمل او بحياتي العمليه او بالمحاسبه بالدراسه، اني انا وضح قدر الامكان، وضح قدر الامكان ما هي العمليه اللي قمت فيها، مشان بعدين صار ما صار اقدر ارجع بسهوله ما اخذ وقت كبير. تمام؟ فانا سجلت هذا الشيء. يعني انا هلا شو لازم اقول؟ انت انا خلص شو انا لازم قلت عني، ما في، انا قلت عني. يعني مش يعني انا يعني اي يعني مش بكتب هيك مثل ما انه مكتوب بوجهي مثل ما انت حكيت. هلا شوفي انا بعطيك مثال، الشرح دائما بيعود للطالب او للمحاسب. زياده اوكي. توضيح الشرح هو عباره عن زياده توضيح. اوكي تمام؟ تمام. كل ما وضحت اكثر كل ما طحت اكثر لقدام. يعني أنا فيني أكتب هيك وأكتب هيك حسب ما أنا يعني بكون مرتاحة، سو هاي بتضطر لكن ترجع إلي الشرح أنا. لكن هلا شوفي انت لما بدك تسجلي القيد مجبوره تسجلي من حساب سلاش الاجهزه الى حساب سلاش البنك، وتحطي لي 25 و25، ما فيك تحطي لي 50 وما تحطي لي 25 هون، مجبوره انت تحطي لي 25 و25، ومجبوره تكتبي من حساب سلاش الى حساب سلاش، ومجبوره تحطي لي اسم الاجهزه بالمدين واسم البنك بالدائن، هذول مجبورين. اوكي لكن شرح العمليه، شرح العمليه على كيفك، ما في مشكله فيه. تمام؟ اوكي تمام طيب ميرسي. اهلا وسهلا فيك. اخونا حمزه، هلا اخونا حمزه هو الشاب المناضل اللي قاعد معنا. تمام؟ لسه راح اتركه اخر شوي لحتى يمخمخ، مزبوط لسه ما مخمخ بالمحاضرة. تفضل. البنك يسرق عن الشيك وعن الصندوق ولا أولاد المعمل؟ لا هلا شوف، البنك شيك، انت بتاخذ شيك من البنك او بيعطوك دفتر شيكات، عفوا بيعطوك دفتر شيكات، تصير انت تشتري بضاعة عن طريق الشيكات. رحت لعند تاجر بدك تشتري بضاعة، بيقول لك شلون بدك تدفع؟ يا اما تقول له تفضل هي المصاري تعطيه اياهم، يا اما تقول له بروح ادفع عن طريق الشيك. الشيك هو عبارة عن دفتر فيه صفحات رقيقة اسمها شيك، كل واحدة منها اسمها شيك، بيعطيك اياها البنك لحتى تدفع عن طريقه. هو شو بيساوي التاجر؟ بياخذ الورقة اللي اعطيته اياها انت، بروح على البنك بيعطيهم الورقة بيعطوه المصاري. فهذا الشيك نقدا يعني عن طريق الصندوق. الصندوق هو عبارة محاسبيا هو اختصار للمصاري الموجودة معك بجيبتك بالخزنة مع رفيقك بالشركة، المهم متناول ايديك. تمام؟
نقدان؟ ما تقدر شيء. لا، نقدان بدك تسجل داخل صندوق، شيك بدك تسجل مصرف. يعني انا بقول لك نقدان بتقول لي انت عن طريق الصندوق، تمام. يعني لما بقول لك نقدان، اشترينا سياره بقيمه 5000 نقدان، معناتها انت بتحط لي القيد من حساب السيارات الى حساب الصندوق. اذا قلت لك اشترينا سياره بقيمه 5000 لكن عن طريق الشيك بشيك، فانت رح تقول لي 5000 من حساب السيارات الى حساب المصرف. عرفت علي؟ ما تحط لي الصندوق، لانه هذا حساب وهذا حساب. انت مصرياتك اللي بالبنك نفسهم هي الموجودين بالصندوق معه، هيك هدول لحال وهدول لحال، فبالتالي هذا لحال بتحط لي وهذا لحال، تمام؟ طيب المدام مريم رجعت معنا على التغطية ولا لساتها خارج التغطية؟ ما معنا، يبدو انه في عندها مشكلة، لذلك مو قدرانة تتواصل. طيب معناته بننتقل للأنسة أسيل. نعم. طيب أنسة أسيل، أنسة أسيل، معك. طيب تم الشراء، راح أعطيك عملية كصغيرة. تم الشراء أساس، محددة لك، نعم محددة. تم الشراء أساس سيبك من التاريخ، بمبلغ 9000 بشيك. شلون راح نسجلها؟ اشتريتي أساس بمبلغ 9000 بشيك، شلون راح نسجلها؟ بالقيد. تمام، طبعا راح نسجلها بالقيد، أكيد راح نسجلها بالقيد، مو بالحيط، مو على الحيط راح نسجلها، راح نسجلها بالقيد بالدفاتر. أنا هكتب المدينة والدائن. تمام، راح تسجلي من حساب سلاش الى حساب سلاش. شو راح تسجلي المدينه وشو راح يعني شلون المدام هي سجلت او قالت لي انه من حساب كذا الى حساب كذا، فانت قولي لي شلون راح تسجليها. المدينة الأساس والدائن الشيك. تمام، شو راح تسجليها محاسبيا؟ وفق طريقه القيد المزدوج. أحول من حساب الأساس إلى حساب الشيك. تمام، راح تقولي 9000 من حساب الأساس، 9000 إلى حساب البنك، صح؟ أيوة يا أستاذ. عيدية. عيدي لي العملية. من حساب الأساس إلى حساب الشيك. تمام، هيك بدك تسجليها محاسبيا. محاسبيا ما في شيء اسمه الاجهزه، يعني لما بدك تسجلي بالدفاتر ما راح تسجلي لي بكره بالامتحان الاجهزه، عفوا الاساس مدين والمصرف او الشيك دائن. لا، بدك تكتبي لي 9000 من حساب الاساس، 9000 الى حساب المصرف، تمام؟ تمام. طيب شكرا لك أنسة أسيل. أنسة دانا، نعم يا أستاذ. تم شراء سيارة صغيرة بتاريخ 25/6 لاستخدامها في أعمال المؤسسة بمبلغ 30000 من شركة التقوى للسيارات بالآجل. اشترينا سيارة من شركة التقوى بالآجل، يعني بالدين. كيف راح نسجلها وفق طريقة القيد المزدوج؟ أستاذ معلش، ممكن بس تعيد السؤال؟ أستاذ طيب أعد لك إياها. تم شراء سيارة بتاريخ 25/6 لاستخدامها في أعمال المؤسسة بمبلغ 30,000. 30000 من شركة التقوى للسيارات بالآجل. كيف بنسجلها بالدفاتر؟
أستاذ حنسجلها من حساب السيارة 30,000 إلى حساب الشركة التقوى للسيارات بالأجل 30,000. عادي لي شلون هنسجلها؟ من حساب مين قلت لي؟ السيارة من حساب السيارات. حلو، قديش المبلغ؟ 30,000 حلو، إلى حساب مين؟ شركة التقوى تمام، للسيارة المبلغ قديش؟ 30,000. تمام، الله يعطيك العافية. الله الله يعافيك. حمزة، في 15/7 تم سداد فاتورة الكهرباء نقدا بمبلغ 1500، سيبك من 1500 ليرة. 15/7 تم سداد فاتورة الكهرباء بمبلغ 1500 ليرة. مين هو الطرف المدين؟ مين هو الطرف الدائن؟ كيف راح تسجله وفق طريقة القيد المزدوج؟ 1500 ريال من حلو، من حساب حساب سداد ايه؟ بين فترة الكهرباء. لا، من حساب سلاش. هلا شوف، من حساب سلاش هي الخط المايل لهون، لسه انت من حساب عم تحط القيد للمزدوج، عم تحط الكليشه تبعه. تمام، طيب 15,000 من حساب سلاش. مين هو الطرف اللي اخذ؟ يعني من معناتها اخذ، معناتها مدين. مين هو اللي اخذ فاتوره؟ معناتها فاتوره الكهرباء، ما بحط اسم الشركه الكهرباء، بحط اسم المصروف. هلا هون انت عندك مصروف، صرفت بالنهايه الكهرباء هي مصروف، صح؟ من حساب 15,500، عفوا، من حساب مصاريف كهرباء 1500 إلى حساب مين؟ لا، أنت عم تقول الدفع تم شلون؟ معناتها حلو كتير، أنت صاحب الشركة، أنت المحاسب، أنت دفعت، أنت عم تقول يعني عليك، أنت عم تقول نقداً صندوق شيك مصر، معناتها العملية كلها هيك. عيدها يعني تعالي اياها وفق طريقة القيد المزدوج. من فترة الكهرباء من حساب من فترة الكهرباء إلى 1500 1500 ريال إلى إلى الصندوق. إلى حساب، حافظ على بنود القيد المزدوج، يعني لازم تقوله كله، من حساب سلاش الى حساب سلاش، هي كليشه الاساسيه، بعدين بتعدي، عرفت شلون؟ ممكن أعرف الاختبار الأول 1500 بعدين إلى بعدين تصير. واحد بتقول من حساب سلاش، لما بتكتب من حساب سلاش الى حساب سلاش، هي واضحه، هي للكل. بعدين بتحط 1500 و1500، ثلاثه بتحط لي مين المدين ومين الدائن، اربعه بتحط شرح العمليه. تمام؟ شغله بسيطه. طيب هلا رح نترككم ربع ساعة استراحة ونرجع بعد بإذن الله لإكمال المحاضرة.
بتسمحوا بالتعديل الشهر.
يعطيكم العافية إخواني، رح نكمل مع بعض المحاضرة بإذن الله. رح ناخذ مثال أوسع لحتى نفهم كيفية تسجيل العمليات المحاسبية وفقاً طريقة الكود المزدوج. واحد بدأت مؤسسة التاج، نحن هلا بشركة التاج ماسكين دفاترة، عم نشرح لكم بعض العمليات اللي قامت فيها الشركة. واحد بدأت مؤسسة التاج نشاطها في صيانة المباني، شركة خدمية بتاريخ 1/6 برأس مال قدره 350 ألف تم إيداعها في البنك. دائما أول قيد بالقيود المحاسبية اللي نفتتح فيه الدفاتر هو قيد تأسيس الشركة. يعني اليوم لما أنا بدي أفتح شركة، فبالتالي بدي أخصص مبلغ معين لتأسيس هاي الشركة، سواء كان بدي أشتري فيها أساس، مفروشات، إلى آخره من المصاريف. فأنا لما بدي أسس شركة بين قوسين بدي أحجز مبلغ معين خاص بهالشركة تضامنا مع مبدأ استقلال الذمة المالية للشركة اللي حكينا فيه المحاضرة الماضية عن الذمة المالية لمالك الشركة. اليوم أنا الذمة المالية للشركة مستقلة، واحد. اثنين، غير الذمة المالية الخاصة فيني كصاحب شركة. طيب، أول قيد هو قيد التأسيس. دائما لما بنسجل بالمحاسبة القيود المحاسبية، فبالتالي أول قيد بيكون هو قيد حجز مبلغ معين أو قيد تأسيس الشركة. بقيد تأسيس الشركة عم يقولوا إنه تم إيداع مبلغ 350 ألف في البنك. رحت على البنك حطيت 350 ألف مصاريف أو رأس مال الشركة. فالطرف اللي آخذ هون هو البنك. ليش البنك؟ لأني أنا أودعت بالبنك أو حطيت بالبنك مبلغ 50 ألف، معناتها البنك أخذ مبلغ، عفوا، 350 ألف. هاي حليناها. الطرف الثاني هو الشركة يلي أخذت. اليوم لما بدي أسس الشركة، ف الشركة مستقلة، راح يكون كأنه هي عبارة عن دائن أو ضد لإلي، دائن أو ضد لإلي. فبالتالي هذا الضد يلي إلي أو الطرف الثاني راح يكون هو الطرف يلي آخذ كمان. شلون؟ راح أرجع أنزل للقيد وفرجيكم كيف بتسجل. تسجيل القيد الأولاني حتى تفهموا عليه هو 350 ألف من حساب البنك، 350 ألف إلى حساب رأس المال. شرح العملية هاي بداية النشاط للمؤسسة بتكوين رأس مال وإيداعه بالبنك. الطرف اللي أخذ البنك فهو مدين، الطرف اللي عطى هو رأس المال فهو دائن. اليوم أنا أسست الشركة صح، لكن يلي ناب عني بالإعطاء هو رأس المال. يعني أنا في شيء ناب عني بالإعطاء هو رأس المال، مثل ما شفتوا قبل شوي شراء سيارة أو شراء أرض أو شراء آلة. أنا عم بشتري أرض، معناتها اللي عم ينوب عني عم ياخذ بالأخذ أو بالمدين كان الأرض كمثال، واللي ناب عني بالإعطاء هو المصرف أو الصندوق. اليوم هون نفس الشيء، أنا لما بأسس الشركة فالطرف اللي ناب عني بالأخذ هو البنك، أودعتهم بالبنك ما في مشكلة، لكن الطرف اللي أعطى هو رأس المال. الطرف يلي أعطى هو رأس المال ناب عني بالإعطاء. يعني أنا ما حطيت اسمي هون ولا حطيت اسمي هون، مع أنه أنا اللي أعطيت وأنا اللي أخذت، أنا اللي أعطيت وأنا اللي أخذت، بالنهاية هي شركتي. لكن محاسبيا لازم أفرز كل شيء عم يعطي وكل شيء عم ياخذ. يلاحظ من تحليل العملية اللي تحدثت أن أطراف ذات العلاقة البنك ورأس المال ولم يظهر اسم مالكها، والسبب أنه طبقا لفرض الوحدة المحاسبية اللي تحدثنا عنه في الوحدة الأولى، فإن منشأة مستقلة عن مالكها فلا يظهر اسم مالكها في القيود المحاسبية إلا في حالات بنشوفها لقدام مثل المسحوبات الشخصية. فأنا هون الشركة لإلي، دفاتر لإلي، ما بيظهر اسمي، بيظهر الشيء
اللي اشتريته او بعته، صرفته او قبضته. البنك اخذ، يلي عطى هو رأس المال. يلي عطى هو رأس المال، يلي اخذ هو البنك. يعني خلينا نعتبر رأس المال عبارة عن رجل، رأس المال عبارة عن رجل مسك هالمصاري هذول وراح على البنك حطهم. اللي عطى هو رأس مال الشركة، اللي اخذ هو البنك. اليوم هذا قيد التأسيس الأولي اللي بيفتتح فيه الدفاتر. أي شركة لما تتأسس بدها تحجز مملكة كرأس مال. بعد هذا القيد بتبلش بقى تنزل القيود المحاسبية. يعني اليوم أنا لو ما كنت حاجز مصاري أو في عندي مصاري، ما بقدر أصرف، ما بقدر أشتري، ما بقدر أسس، ما بقدر أنجز، ما بقدر أقوم بأي شيء. اليوم أنا كشخص، كمثال كموظف، إذا ما كان عندي راتب عم يجيني آخر الشهر، هذا الراتب اذا مو موجود ما بقدر اصرف، انا ما بقدر اسوي شيء بنوم. فهون نفس الشيء، اجتني المصاري حطيتهم بالبنك، من هون بقى بدي بلش انطلق بعملياتي المحاسبيه. حطيتها بالبنك من شان شو؟ من شان اقوم بالعمليات الخاصه بالشركه. بدات المؤسسه تاج نشاطها، حطيت 350 الف بالبنك كرأس مال. هاي واحد. اثنين، تم استئجار مبنى بتاريخ 5/6 من شركة المدار ليكون مقرا للمؤسسة بمبلغ 20,000. لهون مبين انه كأنه طالما ذكرنا اسم شركة، البعض منكم رح يقول ذكرنا اسم شركة المدار معناتها بالآجل، لكن بدنا نكفي بمبلغ 20,000 سنويا تم دفعها بشيك. لاحظوا انه الاستئجار معناتها مو شراء، انا ما اشتريت، انا استأجرت بمبلغ 20,000 سنويا، معناتها مو شهريا. انا هون السنه سكرت الايجار، تم ما بدفعها بشيك، معناتها مو نقدي، معناتها مو على الحساب. لاحظوا نذكر اسم الشركه، شركه المدار تمويه، للبعض ما يكون يختلط عليه. تم دفع الايجار لشركه المدار، عفوا تم الاستئجار من شركه المدار لكن بشيك. شلون راح سجلها؟ رح شوف من هو الطرف المدين والطرف الدائن. الطرف المدين هو الشيء يلي أخذ، الطرف الدائن هو الشيء يلي أعطاه. للوهلة الأولى رح تقول إنه شركة المدار هي اللي أخذت، والمصرف هو اللي هو اللي دفع أو هو اللي أعطى. يعني رح يكون القيد 20,000 من حساب شركة المدار، 20,000 إلى حساب المصرف. للوهلة الأولى راح تعتقدوا أنه هذا هو الحل الصحيح، لكن هذا الحل غلط. ليش؟ لأن شركة المدار مجرد واحد ما أعطيتها المصاري، معناتها ما بحق لي محاسبيا أذكر اسمها بالقيد، وإلا راح تصير ب اللهم صل على محمد، كمورد أخذ دفعة، كمورد أخذ دفعة لقدام ما حتشوفوه. لما بنذكر اسم الشركة بالقيد بالطرف المدين راح يكون مورد أخذ دفعة. طيب، فأنا ما بدي أسجلها هون، أنا بدي أسجل اسم الشيء يلي أخذته أو الشيء اللي زاد عندي. الشيء اللي زاد عندي هو استئجار مبنى، مصاريف إيجار. أنا ما كنت دافع مصاريف إيجار قبل، هلا دفعتها، معناتها أنا لازم أذكر بالدفاتر إنه أنا دفعت مصاريف إيجار. ليش انا لازم احط مصاريف الايجار بالقيد؟ في عده اسباب. اول سبب، المصاري اللي طلعوا بالمصرف لازم اذكر محاسبيا وين راحوا. ما بقدر اذكر محاسبيا او ما بين معي محاسبيا الا اذا حطيته بالقيد. هاي واحد. اثنين، لو حطيت اسم شركه المدار بالقيد معناتها لسه معي مصاري، وهذا حكي غلط. ليش؟ لان شركه المدار انا اعطيتها قيمه الايجار لمده سنه. لمدة سنة كاملة ما لهم معي ولا ليرة، معناتها أنا سكرت حسابهم بالنسبة للإيجار، معناتها ما بيجوز يطلع اسمهم بالقيد. ثلاثة، أنا حطيت اسم مصاريف الإيجار بالطرف المدين لأنه هو اللي أخذ. اليوم صار عندي إيجار، أنا ما كان عندي إيجار قبل، صار عندي إيجار، ما كان عندي شيء مفتوح بالدفاتر اسمه إيجار، وصار عندي صفحة زيادة فاتحة اسمها إيجار. شفنا بالمحاضرة الماضية لما قلت لكم دفتر الأستاذ هو عبارة عن فتح حساب لكل حساب بنتعامل معه.
او لكل عمليه نتعامل معها، متى ما فتحت عمليه جديده او شيء جديد تعاملت معه بده يفتح له حساب، معناته بده يفتح له حساب، معناته زاد شيء عندي بالدفاتر له اسم. فبالتالي بسجل انا من حساب مصاريف الايجار 20,000، من حساب مصاريف الايجار 20,000 الى حساب المصرف. ليش مصرف؟ لانه انت ما تدفع بشيء. تمام حمزه؟ امورك تمام؟ حسيتك لانه صرت بكوكب ثاني ولساتك معنا؟ تمام. طيب ما في، هي شوي شوي بتصير الشغله طبيعيه، بس اولها دائما كل شيء اول بيكون صعب، بعدين بصير الشغل شيء تلقائي. طيب ب 15 لفرجيكم، عفوا العمليه الثانيه، عمليه استئجار مقر للشركه من شركه متار دفعه بشيك. الطرف اللي اخذ هو الايجار مدين، الطرف اللي عطى البنك دائن، القيد 20,000 من حساب الايجار، 20,000 الى حساب البنك. تنبيهات: عمليه استئجار نوع من المصاريف يتحملها المنشأة في سبيل تسهيل قيامها بأعمالها للحصول على الدخل. أنا مضطر. أستاذ بس سريع عم أقطعك، في بنوت عفوا. بعثت لك مسج إنه فيك تدخل مريم معنا، عفوا. في بنوت يمكن دانا أو أستاذ بعثوا لك مسج إنه معلش تدخل مريم معنا. مين؟ عفوا، مين مريم؟ مريم اللي كنت عم تعيط لها قبل شوي وما كانت عم بترد، كان عندها ما مشكلة هو مش طلعت. تدخل تدخل، انا الخاف الشريط تحت مشان هيك ما شفت الرساله. المشكله تدخل، انا بالعكس انا بدي اياها تكون معنا لانسى ايه مريم. ما دا مين دا انا او اسيل عم بتقول لك انه اذا فيك انت تدخلها. ما بعرف كيف انا بدي ادخلها دقيقه لشوف. طيب مبين عندكم الشاشة شي؟ طالع الشاشة لساتها؟ اه؟ ايه ايوه ايه موجودة. موجودة. هيك بينت الشاشة هيك؟ موجودة؟ نعم بس انت مش مبين. بس اعطيني وجيني مع موبايلك دقيقة، شلون مبين؟ مبين التنبيه، أنا بدي أم التنبيه، مبين. اه لساتها مبينة من هذا. تمام، طيب. سامي. طب دقيقتين بس ليفتح الواتس قبل حتى اقدر ابعث له الدعوة، راح نكمل مع بعض دقيقتين لما يفتح الواتس. فتح كده.
تمام، انا بعثت لها الرابط. خلينا فتحتش الشاشة الجديدة. هلا هلا فتحت. تمام، طيب في عندها مشكلة أمس اليوم. طيب محاولة أخرى. جيت هيت. رح أكمل مع بعض لما تدخل اسم مريم. لم يظهر اسم الشركة اللي تم استئجارها، شركة المدار. قطاع في التحليل بسبب أن الإيجار تم سدده مباشرة لها، فلو كان الإيجار بالآجل لظهر اسم الشركة. طيب العملية الثالثة 15/6 تم سحب مبلغ 15,000 من البنك وأودع الصندوق لمقابلة المصروفات المستعجلة. طالما أنا الطائف الوحيد الموجود في الصندوق لحد الآن المصرف، فأنا يا بستعمل المصرف يا بستعمل الدين. إني استعمل من الصندوق، ما بقدر استعمل الصندوق إلا إذا حطيت فيه مصاري. فأنا هون حطيت مصاري بالصندوق. أنس مريم، إذا بدنا اللهم صل على سيدنا محمد، بدنا ندخلك على المحاضرة، بدنا نعيد تشغيل شو اسمه الاجتماع. فأنا إذا حبيت رح أفتح لك فيديو من واتساب على الشاشة حتى أقدر تحضري ما تبقى من المحاضرة إذا حبيتي. بكل الأحوال المحاضرة مسجلة، فإذا ما في مشكلة عندك رح أفتح لك فيديو على الواتساب على الشاشة حتى تتابعي معنا ما تبقى من المحاضرة. أوكي، عشان ما نطلع الجميع، لأنه إذا هلا سكرنا الاجتماع فبدو بدكم تدخلوا فمشكلة وقت. طيب تم بالعملية الثالثة 15/6 تم سحب مبلغ 15,000 من البنك وأودع الصندوق لمقابلة المصروفات المستعجلة. أنا اليوم سحبت 15,000 من البنك وحطيتهم بالصندوق لحتى
اصرف الشغلات المستعجله لحتى ما كل شوي اروح واجي، بجوز يكون البنك بعيد. فبالتالي انا 15000 سحبتهم واودعتهم. انا احطها، امسك لك هيك ان شاء الله يكون واضح. طيب اوكي، ف سحبت 15000 انا من المصرف وحطيتهم بالصندوق لحتى اصرف الشغلات يلي في نحن بنسميها مصاريف نسبيه. الطرف اللي اخذ هون المطلوب مني اول شيء اني احلل العمليه، اثنين سجلها. انا هون بتحليل بسيط للعمليه بين معي ان الطرف يلي اخذ هو الصندوق، لنقودي على الصندوق تم وضعه بالصندوق، والطرف اللي اعطى هو المصرف. هاي واحد. اثنين بدي سجل، سجل بالدفاتر من حساب سلاش الى حساب سلاش، وبحط حطيت 15 بالطرف اليمين او الطرف المدين و15000 بالطرف الدائن، وتحت حطيت هيك شبح صغير ايداع مبلغ بيوصل بنكي رقم كذا الى اخره، الشرح بيعود لي. طيب حطيت 15000 فوق مدين من حساب الصندوق، 15 تحت الى حساب البنك. هي عمليه كثير بسيطه. العمليه الثالثه هي عباره عن عمليه ايداع، الطرف اللي اخذ هو الصندوق فهو مدين، من الطرف اللي اعطى هو البنك فهو دائن الى. العمليه بنقراها كالتالي: 15000 من حساب الصندوق، 15000 الى حساب البنك. أنسي مريم، مبين إذا مبين تمام معك الشاشة؟ مدام هي حكينا مع أنسي مريم، طلعت لنا المدام هي، ما في مشكلة. طيب أنا ما العملية طلعت، أنا ما طلعت. لا تمام، ما في مشكلة. طيب طب هلا سؤال، من حساب صندوق إلى حساب البنك، بس شو بتكون العملية هون؟ إنه أنا حطيت بالبنك 15000، لا، أنا حطيت بالصندوق 15000. يعني مش طالع من صندوق إلى البنك، يعني هذا مش ربح أنا عم حطه، لا، حطيت أنت عندك، أخذت أنت أخذتي من المصرف حطيتي بالصندوق. ايه، يعني كيف بيكون الشرح؟ إيداع مبلغ أو سحب مبلغ من المصرف وإيداعه في الصندوق بيوصل رقم مثلا 250 أو صفرين ثلاثة، كم الساعة؟ 205. لا هلا هيدي ال 15000 كيف بيكون الشرح عنها؟ لاني ما فهمت كيف يعني. شوفي، 15000 سحبتها من البنك وحطيتها بالصندوق، تمام؟ العملية كالتالي: من حساب الصندوق إلى حساب المصرف 15000 مدين و15000 دائن. تحت يعني لما سحبت من البنك وحطيت بالصندوق هون، من بنك من صندوق إلى بنك، لا، من حساب البنك، من حساب الصندوق إلى حساب البنك. ايه، من البنك من الصندوق سوري إلى البنك، بتكون ايه هيك لما تمام، هي بسحب من البنك أنا. ايه طب هاي سحبتي انت ولا بتفوت بالحيط يعني؟ ليه؟ الشرح شيء هذا الشيء الثاني يعني، ما بعرف. لا، شوفي هوني تم سحب مبلغ 15000 من البنك واودعه في الصندوق يلي اخذ. رح نطبق هذا الموضوع، هذا الحكي محاسبيا. يلي اخذ هو الصندوق، يلي عطى هو البنك. فعليا اخذت من البنك وحطيتي بالصندوق، اخذت من البنك وحطيتي من الصندوق، الصندوق هو اللي اخذ، الصندوق مدين، الصندوق هو من اخذت من البنك، البنك دائن، البنك عطى، البنك إلى. هي هي نفسها، تمام. تمام استاذ اسلام. طيب ما في مشكلة. هلا شوفي، بالعمليات القادمة، المراحل القادمة رح تسحل عليكي انت، كونه لسه الجو جديد عليكي، فحتلاقي شوي في هيك في لبس بالموضوع، لكن شوي شوي مع المراجعة راح تلاقي الموضوع كتير سهل وبسيط. طيب العملية الرابعة: تم شراء أساس بتاريخ 20/6 بمبلغ 9000 بشيك. اليوم نزلت اشتريت أساس بمبلغ 9000
بشيك، اشتريت اساس 9000 بشيك، هذا لك حمل، معناتها راح سجلها كالتالي: من حساب سلاش الى حساب سلاش 9000 فوق 9000 تحت، الطرف يلي اخذ هو الشيء يلي اشتريته هو الاساس. طيب الطرف يلي عطى او الطرف يلي نقص او الطرف يلي دائن هو المصرف، لانه انا اشتريت بشيك. فالقيد بصير 9000 من حساب الاساس 9000 الى حساب المصرف. شرح العمليه بالطريقه اللي بدكم اياها، الشرح شراء اساس لمكتب المحاسبه، خلي مكتب المحاسبه يتدلل بمبلغ 9000 بفاتوره رقم 1721. بنشوف العمليه كيف مسجله. الطرف اللي اخذ اساس هو مدين، الطرف اللي اعطى هو البنك فهو دائن، 9000 من حساب الاساس 9000 الى حساب البنك. طيب العملية الخامسة: تم شراء سيارة صغيرة بتاريخ 25 لاستخدامها في أعمال المؤسسة بمبلغ في أعمال المؤسسة وليس استعمال شخصي بمبلغ 30000 من شركة تقوى للسيارات بالآجل بالدين على حساب آجل بالدين على حساب. كلهم لهم نفس المعنى، إني أنا ما دفعت حقها في حق السيارة دغري. فرح سجل القيد المزدوج كالتالي: من حساب سلاش إلى حساب سلاش، رح أحط 30000 فوق، رح أحط 30000 تحت، ورح أشوف مين هو الطرف المدين ومين هو الطرف الدائن. الطرف المدين هو الطرف اللي زاد سيارة، الطرف الدائن أو اللي أعطى أو إلى هو شركة التقوى للسيارات، لأنه اشتريت بالآجل ما اشتريت بشيك أو اشتريت عن طريق الصندوق، لا بالآجل. طالما بالآجل معناتها مجبور حط اسم شركة تقوى السيارات بالقيد. بنشوف العملية كيف مسجلة. الطرف اللي أخذها هو السيارة مدين، الطرف اللي أعطى هو شركة تقوى السيارات فهو دائن. القيد 30000 من حساب السيارة، 30000 إلى حساب شركة تقوى للسيارات. شرح القيد: شراء سيارة لقسم المحاسبة، كمان خلي قسم المحاسبة ينبسط، أخونا عمار من هون طلع، بقيمة 30، أو عفوا شرح القيد: شراء سيارة لقسم المحاسبة بلاكي رقم كذا 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 إلى آخره. الشرح بيعود لإلكم، الشرح عبارة عن زيادة توضيح للعملية. نرجع لفوق للعملية السادسة. تفضل. إذا كان بالدين ما بنحط إنه بعد المبدأ بالدين. لا هلا بالدين بنحط اسم الشركة، نحن حاطين اسم الشركة تقوى السيارات. ليش؟ لأنه بالدين. لو كان نقدي كنا صندوق، لو كان بالشيك كنا حطينا مصرف، صح؟ يعني بس هو الدلالة على الدين. لك لما بيظهر اسم الشركة بالدفاتر عندك، معناتها هذا إذا كان بالطرف الدائن مثل ما شفت بالطرف الإله، معناتها أنت متدين منه. هلا شوي لقدام نشوف نحن عم نبيع للزباين بالدين. هلا أنت بحكم طبيعة عمل المنشأة ممكن تشتري بالدين، ممكن تبيع بالدين، صح؟ في منشأة هلا أو الشركة ما تبيع بالدين أو تشتري بالدين، كله هيك. فبالتالي إذا كنت أنت شاري بالدين فحيطلع اسمه بالطرف الإله، إذا كنت بتبايع بالدين فحيطلع اسمه بالطرف المن، الشخص اللي بايعه. اي لك اللي هلا في زباين بكره بدك تبيعها بالدين، فبده يطلع اسمه وين؟ بالطرف المدين، لانه الزباين دائما عكس الموردين. الزبون بياخذ منها، المورد تاخذ منه، صح؟ عكس بعض. طيب قامت المؤسسه بتاريخ 1/7 بشراء بعض المعدات مبلغ 120 تم دفعها بشيك. اشترينا بعض المعدات مبلغ 120000 تم دفعها بشيك. رحت نزلت على السوق اشتريت بعض المعدات، معي دفتر الشيكات، فتحت دفتر الشيكات كتبت شيك واعطيته لصاحب الشركه الفلانيه الله اعلم مين هي، حملت المعدات بالسياره
وضليتني جاي. كيف بدي اسجلها؟ سجل ليش لقيت المزدوج من حساب سلاش الى حساب سلاش. اثنين، سجل 120,000 فوق و120,000 تحت. ثلاثة، بشوف مين هو الطرف اللي اخذ ومين هو الطرف اللي اعطى. الطرف اللي اخذ شراء بعض المعدات، معناتها معدات من حساب المعدات. الطرف اللي اعطى تم دفعها بشيك المصرف. بتصير العملية 120,000 من حساب المعدات، 120,000 إلى حساب المصرف. شرح العملية: شراء بعض المعدات لقسم المحاسبة. تمام، اليوم مركزين على قسم المحاسبة، خلينا نعزم شوية. بفاتورة رقم 350,004. بنشوف العملية كيف مسجلة بالدفاتر. الطرف اللي أخذ هو المعدات مدين، الطرف اللي أعطى هو البنك فهو دائن. القيد 120,000 من حساب المعدات، 120,000 إلى حساب البنك. شرح القيد مثل ما خبرناكم سابقا. العملية الثامنة في 15/7 تم سداد فاتورة الكهرباء نقدا بمبلغ 1500. الطرف منسجل ليش القيد المزدوج؟ واحد، من حساب سلاش الى حساب سلاش. اثنين، بنسجل 1500 فوق 1500 تحت. ثلاثة، الطرف اللي اخذ او اللي زاد هو فاتورة الكهرباء. نحن ما بنسجل بالمحاسبة شيء اسمه فاتورة، لا، بنسجل مصروف، لانه الكهرباء بالنهاية عبارة عن مصروف. فبنسجل من حساب مصروف الكهرباء. الطرف اللي عطى ما هي شركة كهرباء، اللي هي شركة كهرباء عطتنا كهرباء بس اخذت قيمتها. الطرف اللي عطى هو الصندوق يلي مقمز له بنقدا. بصير القيد 1500 من حساب مصاريف الكهرباء، 1500 الى حساب الصندوق. شرح القيد: دفع فاتورة كهرباء عن الشركة لشهر 7 او لشهر 8 او لشهر 3 2024. بنشوف العملية كيف مسجلة. الطرف اللي اخذ، عفوا كأنه شطحنا شوي نحن، لا، الطرف اللي اخذ هو مصاريف الكهرباء فهو مدين، الطرف اللي عطى هو الصندوق فهو دائن. 1500 من حساب مصاريف الكهرباء، 1500 الى حساب الصندوق. والشرح مثل ما حكينا سابقا. طيب، أنا مش مصاريف الكهرباء مصاريف الكهرباء طبعا. العملية التاسعة: قامت المؤسسة بتاريخ 20/7 بعمل صيانة مستوصف النور الطبي بمبلغ 45,000 على الحساب. أنا المؤسسة اللي بشتغل فيها قامت بعمل صيانة لمستوصف النور الطبي بمبلغ 45,000 على الحساب بالآجل. طالما أنا اللي عملت، معناتها مستوصف النور الطبي هون زبون، لأني أنا فاتح شركة. أنا هون أنا مؤسستي عملت صيانة لمستوصف النور الطبي، وأنا مؤسستي خدمية. قلنا سابقا إنه الشركات هن ثلاث أنواع: إما شركة تجارية أو إنتاجية أو خدمية. وأنا هون عندي شركة خدمية بتقدم خدمات صيانة. إجا مستوصف، محاسب مستوصف النور الطبي، فتح تليفون: السلام عليكم، بدنا نعمل صيانة المستوصف. قلت له تكرم عيونك، راح نبعث لك الأستاذ حمزة الرئيس الوردية اللي عندنا. راح الأستاذ حمزة لهنيك، واحد اثنين ثلاثة اتفق معهم، ما في مشكلة، بعتنا طاقم العمل عملوا صيانة. اجى الأستاذ حمزة بده يقبض، مد إيده قال له إن شاء الله الأسبوع القادم بنحاسبكم بإذن الله، ما وصلت الحوالي. اجى الأستاذ حمزة لعنا، قالنا إنه الأسبوع القادم إن شاء الله راح يحاسبونا، ما أخذنا القيمة، معناتها صفر الخدمة اللي قدمناها على الحساب. لكن أنا لازم أسجل لأنه الخدمة تمت. الإيراد لازم يتسجل بغض النظر من حاسبيا اذا قبضته ولا لا. اليوم انت لما بعت بدك تسجل قيمه مبيعاتك بالدفاتر اذا قبضت ولا لا. مثال صغير: لما كنا نحن نتدين من البقاليات ايام زمان، ايام العز، كنا نروح على الدكانه ان نجيب شويه شغلات، نقول له عمو سجلني هون على الحساب، فهو يفتح الصفحه ويسجل هو قبض لا، راح يقبض لكن سجل. وهون نفس الشيء المحاسبه، المحاسب بدك تسجل بغض النظر ان دفعت ولا لا. فالزبون ما دفع، شلون بدي اسجلها محاسبيا؟
واحد بسجل قيد كليشه للقيد المزدوج من حساب سلاش الى حساب سلاش، اثنين بسجل فوق 45000 تحت 45000، ثلاثه بسجل مين اللي اخذ ومين اللي عطى. اللي اخذ هون هو مستوصف النور الطبي، مستوصف النور الطبي ليش؟ لانه هو الزبون، هو زبون، وتعودنا نحن انه اذا كان عندي مورد اخذ منه شيء بالدين مثل شركه تقوى بالسيارات سجل اسمه بالقيد، معناته الزبون لما بياخذ مني شيء بالدين لازم سجل اسمه بالقيد. طيب اذا شركه التقوى بالسيارات هو دائن او مورد والمورد عكس الزبون، فبالتالي من المنطق انه تكون معاملته عكس معامله المورد. فانا اذا كنت حاطط شركه تقوى بالسيارات بالطرف الدائن لازم احط مستوصف النور الطبي بالطرف المدين. بتصير العمليه 45000 من حساب مستوصف النور الطبي، 45000 الى حساب مين؟ مين اللي عطى؟ اللي عطيت انا شركتي. لكن انا شو عطيت هون؟ عطيت خدمه، الخدمه ممثله بالمبيعات او الايرادات، سميها انا ايرادات لانه الايراد عباره عن مبيعات بعتها. اليوم انا عندي شيء محاسبيا اسمه مصروفات وايرادات. المصروفات هن كل شيء دفعته او ما دفعته تسجل علي، يعني شيء خسرته، والايراد هو كل شيء ربحته، كل شيء اجى، كل شيء داخل لعندي. فانا هون ال 45000 هي عباره عن ايرادات نتيجه الخدمات اللي قدمتها، فحسجل 45000 من حساب مستوصف النور الطبي، 45000 الى حساب الايرادات. الايرادات هو بيمثلني انا، انا اللي اجتني الايرادات، هي الايرادات لسه ما قبضتها. ليش؟ لانه لسه مستوصف النور الطبي ما حسبني. راح نشوف العمليه كيف نسجلها. الطرف اللي اخذ مستوصف النور الطبي فهو مدين، الطرف اللي اعطى هو الايرادات فهو دائن. شرح العمليه 45، تسجيل العمليه عفوا 45000 من حساب مستوصف النور الطبي، 45000 الى حساب الايرادات. العمليه هي عباره عن تقديم خدمه لاحد العملاء وهي صيانه مستوصف النور الطبي بقيمه 45000، وهذه العمليه تسمى الحصول على الايرادات مقابل الخدمه، ولكن لم يتم الحصول على القيمه. بمعنى اخر ان تقديم الخدمه على تم على الحساب مثل ما شفتوا سابقا. بهي العمليه ظهر عندنا اسم العميل مستوصف النور الطبي كطرف مدين لانه اخذ خدمه وهي عمليه صيانه المستوصف، والسبب لظهور اسم العميل هو لعدم سداده لقيمه الخدمه المقدمه له، ما سدد لي قيمتها بشكل مباشر، راح يسدد لي بعدين. لذلك يجب ان يظهر في السجلات ان المستوصف مدين للمؤسسه بالقيمه لحين سداده. هي واحد. اثنين، ينبغي ملاحظه الفرق بين هذه العمليه والعمليه السابعه وجميع تقديم خدمات للعملاء، حيث ظهر اسم العميل في هذه العمليه ولم يظهر في السابعه. ليش؟ لانه بالعمليه السابعه تم السداد، هون ما تم السداد. لاحظوا بالعمليه السابعه قامت المؤسسه بشراء بعض المعدات، عفوا قامت المؤسسه بتاريخ بعمل تامين مدرسه الرشد الاهليه بمبلغ 70000 وتم استلامها بشيك. على ما يبدو انه انا شطحت عمليا بيناتهم. هون قامت المؤسسه بتاريخ 10/7 بعمل تأمين من مدرسة الرشد الأهلية مبلغ 70000 وتم استلام القيمة بشيك. هون أنا عملت أو قدمت خدمة لأحد الزبائن وسدد لي القيمة مبلغ 70000 بشيك، أعطاني قيمته. فبالتالي القيد كان من حساب المصرف إلى حساب الإيرادات. ما حطيت اسم مدرسة الرشد الأهلية. ليش؟ لأنه سددوا لي القيمة. بنشوف كيف تسجلت. الطرف اللي أخذ هو البنك فهو مدين، الطرف اللي أعطى هو الإيرادات فهو دائن. 70000 من حساب البنك، 70000 إلى حساب الإيرادات. طيب العملية العاشرة، قامت المؤسسة بتاريخ 28 بسداد قيمة السيارة اللي تم شراؤها من شركة التقوى للسيارات بشيك على المصرف. لاحظوا
هوني العملية الخامسة اشترينا السيارة مبلغ 30,000 من شركة التقل السيارة، هون سددنا القيمة. لما اشترينا السيارة هون سجلنا القيد من حساب شركة التقوى للسيارة، من حساب عفوا السيارة إلى حساب شركة التقوى للسيارات هون. هلا راح نسدد قيمة العملية أو قيمة السيارة بقيمة 30,000. طيب شلون بدي سجل؟ راح سجل أنا أول شيء كالعادة كليشة القيد المزدوج من حساب شركة عفوا من حساب سلاش إلى حساب سلاش. اثنين راح سجل 30,000 ب 30,000. ثلاثة راح سجل من حساب شركة التقوى للسيارات إلى حساب المصرف. من حساب شركة التقوى للسيارات إلى حساب المصرف. ليش سجلت من حساب شركة التقوى للسيارات؟ هون شركة التقوى للسيارات أخذت المصاري. مين اللي عطى؟ المصرف. معناتها لما اعطيت المصاري، رحت لعنده اعطيته المصاري، اجى محاسب شركه تقوى للسيارات اخذ مني المصاري، فسجلت من حساب شركه تقوى للسيارات. منين جبت المصاري؟ من المصرف بشيك. معناتها صارت العمليه من حساب شركه التقوى للسيارات الى حساب المصرف. الطرف اللي اخذ شركه تقوى للسيارات فهو مدين، الطرف اللي اعطاه البنك فهو دائن. 30,000 من حساب شركة تقوى للسيارات، 30,000 إلى حساب البنك. آخر عملية اللي بلغت رواتب وأجور العاملين 25,000 ريال، تم دفعها بالشيك بتاريخ 30/7. بلغت رواتب وأجور العاملين 25,000، تم دفعها بشيك. هذا أهم شيء. طيب سجل أول شيء ليش القرض المزدوج من حساب سلاش إلى حساب سلاش. اثنين سجل 25,000 مدين، 25,000 دائن. ثلاثة بشوف مين هو الطرف المدين والطرف الدائن. الطرف اللي أعطى أسهل الأطراف هو شيك المصرف. الطرف اللي أخذ هن العاملين. أنا بسجل عندي مصروف رواتب. هلا إذا كنت فاتح حساب للعامل حط له حسابه من حساب العامل أحمد إلى حساب الصندوق. إذا فتح له حساب، مو فاتح له حساب بسجله دغري بحساب المصاريف من حساب مصاريف رواتب وأجور العاملين إلى حساب المصرف 25,000 ب 25,000، وشرح القيد سداد رواتب العاملين لشهر 3/2024 كم الساعة. بشوف أنا كيف تسجل العملية. الطرف اللي أخذ هو مصاريف الرواتب والأجور فهو مدين. الطرف اللي عطى هو البنك فهو دائن. القيد 25,000 من حساب أجور ورواتب، 25,000 إلى حساب البنك لأنه رواتب مدينة، البنك دائن، سجلته بهي الطريقة. هي آخر بظن آخر عملية، مش طولنا عليكم نتفه. خلينا حتى حبيت انهي المثال انا اخر عملية. طيب لحد الان اخواني بكون انتهت محاضرتنا لليوم. اخذنا فيها طريقه تسجيل العمليات وفق طريقه القيد المزدوج. البعض منكم رح يكون مشوش نوعا ما. انا بتمنى تعيدوا المحاضره. اذا عدتوها شوي شوي راح تستوعبوها بشكل اكبر. طبعا المادة جديدة، المادة غريبة، وهذا الشيء طبيعي انه يكون في عندكم غباشة، ما تقدروا بشكل مباشر تستوعبوا العمليات كلها. نحن اخذنا وقت منيح لحتى استوعبناها، لحتى حللناها، لحتى فهمناها، لكن ان شاء الله انا راح اكون معكم دائما لحتى تقدروا تستوعبوا جميع العمليات. المادة ما كثير صعبة بس بدها هيك شوية تركيز، وان شاء الله راح اكون معكم بكل المراحل.
إذا حدا له منكم في له سؤال بحب يسأل يتفضل، إذا ما في أسئلة بتقدروا تنسحبوا، وإن شاء الله نلتقي غدا على نفس التوقيت بإذن الله للساعة 10. يعطيك ألف عافية أستاذ، أشوفك بكرة. إن شاء الله إن شاء الله مدام. إن شاء الله بأمان. في حدا له أسئلة؟ سؤال ثاني؟ تمام، مدام مريم إلك أسئلة، وإذا ما عندك أسئلة بتقدري تسكري الفيديو. تمام. إلك سؤال يا حمزة؟ الله يكرمك، الله يعافيك يا رب. شكرا، بعتلنا، بعتلنا.